السلام عليكم واهلا وسهلا بكل زوار قناتي. وصفه النهارده باذن الله للاسف هتكون مختلفه شويه عن الوصفات اللي انتوا تعودتوا مني عليها. انتوا عارفيني طبعا بحب احط دايما وصفاتي يا اما بصور قبل وبعد يا اما بنجرب مع بعض ونشوف النتيجه. النهارده للاسف الشديد مش هقدر احط لكم لا صور قبل وبعد ولا حتى هقدر اوريكم المكان اللي عملت عليه الوصفه. بس بجد الوصفة النهاردة النتيجة بتاعتها فوق الممتازة، والله العظيم هتدعولي جدا لما هتلاقوا النتيجة بتاعتها. الوصفة النهاردة كلنا عارفين مشكلة اللي هي الشعر تحت الجلد او جلد الاوز ده زي ما بنقول عليه كده، اللي هو زي بتبقى حبيبات كده فوق الجلد، مش مستوي، بتبقى فيه زي حبيبات كده شبه جلد الاوز بالظبط، والحبيبات دي بتبقى تحتها الشعر طالع ومحبوس تحت الجلد. دي بيبقى عبارة عن جلد ميت وناشف بقاله مده، والشعر مش ما بيطلعش على سطح الجلد، مش عارف يطلع من ان في جلد ميت كتير، فبيطلع تحت الجلد وبيعمل زي حبيبات كده. الوصفه بتاعت النهارده باذن الله هتقضي لك عليه من تالت استعمال، هتلاقي بشرتك زي الاطفال مفروده وناعمه ومفيش، وحتى الشعر اللي تحت الجلد هتبصي تلاقيه طلع. بس اهم حاجه، في حاجه مهمه عايزه اقولك عليها، ما تكونيش عامله سويت قبل الوصفه بحاجات بسيطه، او حتى هتعملي سويت في نفس اليوم او تاني يوم من بعد استخدام الوصفه. تمام. احنا هنحتاج ايه للوصفه ديت؟ معلقتين كبار بن، وبنفس المعلقتين معلقتين كبار كريم مرطب. اي كريم مرطب انت بتستعمليه ده مش هيجر عليكي زي ما اتفقنا، اي كريم مرطب بشرتك بترتاح له، بس انا بستخدم ده وبصور عليه يعني وصورت لك عليه. المكون الثالث بقى اللي هتستغربي له شويه، معلقتين رمل. ايوه معلقتين رمله، يعني ما تستغربيش دلوقتي، لا وفري الاستغراب شويه اللي بعد ظهور النتيجه بجد. والله العظيم وهم. انت هتجيبي رمله، هتجيبي كميه كويسه تحوشيها عشان تخليها عندك لما تظهر لك كل ما تظهر لك المشكله دي تعملي بيها، او لو حد عندك في البيت تاني محتاج انه يعمل الوصفه ديت، مامتك او اختك او اي حد، هتجيبيها وهتغسليها كويس جدا بالديتول. هي الرمله الصفراء العاديه، مش عارفه هي طالعه كده ازاي في الكاميرا، بس هي الرمله العاديه اللي هي بنبني بيها دي اللي احنا عارفينها، بس مش عارفه لونها مختلف، لونها غريب جدا في الكاميرا، باينه كده او كده، باينه شويه ان هي رمله بس من بعيد مش عارفه، مش مديه رمله خالص. المهم ما علينا، اللي هي الرمله العاديه خالص بدي بتغسليها بالديتول، بتغسليها كويس جدا وبتصفيها. لو ما عندكيش شاشه اكيد طبعا مش في مصفه، لو ما عندكيش شاشه فبتميلي الطبق كده لحد ما الميه تتدلق كلها، وبعدين بتسيبيه ينشف كويس خالص، يا اما بتحطيه في الشمس شويه ينشف لحد ما يبقى ناشف خالص. بتخلطي معلقتين البن مع معلقتين الرمله مع معلقتين كريم مرطب، وبتخلطيهم كويس جدا لحد ما يبقوا زي العجينه، وبتاخدي قطعه من العجينه ديت على رجلك، هي اكتر مكان بيتاثر بمشكله الجلد الاوز دوت، هي الرجل ابتداء من تحت الركبه. وللاسف الشديد الناس لما بتهمله بتحس ان هو بيمشي بينتشر في حته تانية زي اعلى الفخذين او المؤخره، فبتلاقي ان هو يعني لو اهملتيه هتلاقيه انتشر في حته تانية في جسمك، ممكن يوصل لكوعك، ممكن يوصل لدراعك من فوق، فيستحسن انك تعالجيه اول باول. واهم حاجه يا بنات ان احنا نشرب ميه كتير جدا، وحمامات البخار كويسه جدا جدا لحل المشكله ديت. الحمام المغربي اللي احنا عارفينه المعتاد بتاعنا وحمام البخار، اهم حاجه لما تيجي تستخدمي الوصفه ديت وانت في الحمام يكون الحمام متبخر كويس جدا، وزي ما اتفقنا ما تكونيش عامله سويت قبليها او ناويه تعملي في نفس اليوم او بعديها حتى بيوم، تاخري السويت شويه. تمام. فانت هتجيب الوصفه دي بعد ما تعجنيهم على بعض زي ما اتفقنا، هتاخدي تاخدي منها وعلى رجلك كده بحركات دائريه عكس عقارب الساعه بشكل يعني بشكل خفيف خالص، بالراحه جدا جدا، ملاش جامد عشان ما تعوريش نفسك، لان الرمله ممكن تكون قاسيه شويه على رجلك، فبالراحه جدا جدا بتعملي بحركات دائريه كده وبتدلكي بيها رجلك كويس جدا بحركات دائرية، وبعدين بتسيبيها حوالي 3 دقايق كده ويكون الحمام زي ما اتفقنا متبخر شوية، وبعدين بتشطفي جسمك عادي جدا وبتنشفي، وبتستخدمي بعد ما تخلصي ضروري برضو ترطبي جسمك بكريم مرطب. دي بتستخدم مرة واحدة بس في الأسبوع، من تالت يعني من تالت استخدام ممكن تستخدمها مرتين في الأسبوع، بس بجد من تالت استخدام هتلاقي بشرتك زي الأطفال ناعمة جدا خالص،
الحبوب اختفت تماما، والشعر اللي كان تحت الجلد كله ظهر فوق الجلد، وتقدر تعمليه بالسويت او بالوسيلة ازالة الشعر المعتادة بتاعتك عادي جدا. مش هتلاقي اي مشكلة في البشرة خالص من ناحية الحبوب اللي بتضايقنا ديت. زي ما اتفقنا معلقتين بن، اهم حاجة تغسلي بالله عليك اغسلي الرملة كويس جدا، لان الرملة في الشارع ما بتبقاش نظيفة، فاهم حاجة انك تغسليها كويس جدا بالديتول، تعقميها وسيبيها تنشف، وخلي عندك كمية كبيرة يعني على اساس انك لما تعوزي انك تستخدمي بعد كده تاني هتلاقيها موجودة، يعني عشان ما تدورش عليها في مكان تاني. تمام اتفقنا، جربوها وباذن الله هتدعولي. انا شخصيا جربتها والحمد لله جابت معايا نتيجة كويسة جدا، بس زي ما اتفقنا انا مش هقدر اوريكم، فخدوا كلامي عن ثقة، واللي جرب وصفة من وصفاتي ونجحت معاه يتكل على الله ويجرب الوصفة ديت، بجد بجد جميلة جدا، ويا رب تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.